حبيكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نعود نتواصل معكم فيما تبقى من هذه الحلقة في الموعد. دائما نأتيكم يوم الخميس حلقة الإنجازات وشخصيات سودانية تستحق أن نقف عندها وعند تجاربها وعند ما قدمته في كثير جدا من المجالات. وهذه الفقرة ابتدرناها قبل هذا الفاصل لصالح الأدب ولصالح ايضا التوثيق الابداعي نقدر نقول يعني. صحيح، وهو احتفاء بدكتور عمر احمد فضل الله الفائز بجائزه الطيب صالح العالميه للابداع الكتابي عن الروايه تشريقه المغربي. مرحبا بك من جديد دكتور عمر. ويعني لما نقول تشريقه المغربي يمكن كثير من اللي يشاهدونا بيسالوا عن سر الاسم او سحر الاسم في هذا التناقض. اختيار تشريقه المغربي يدل على هجرة من المغرب نحو المشرق، فهو شرق، أو هي التشريقة باتجاه الشرق وهو مغربي. يعني الرواية تتكلم عن هجرة شاب من الأندلس بعد سقوط الأندلس، هروب الأندلسيين من القشتاليين الذين أغلقوا المدن على أهلها وأجبروهم على تغيير دينهم باعتناق النصرانية أو الموت، وقصة الهروب الكبير من الأندلس باتجاه المغرب لعبور المضيق جبل طارق، وكيف نجا الشاب وأمه وأبيه فعبر المضيق نحو المغرب. ثم لما وجد الوباء الذي انتشر في ذلك الزمان مصاحبا لتلك الهجرة ومات كثيرون جدا وتوفي والداه، ووجد أنه هو بلا أب وبلا أم ولم يقبل أحد من الناس أن يعيله لأن الناس كانوا يخافون من الوباء، فهو عاش مشرد عند أبواب المساجد وفي تحت الأشجار، ورأى أباه وأمه يموتان والناس يعني ينفرون منه ولا يقتربون منهما، وكيف أنه بعد ذلك يعني المأساة، مأساة رؤية والد أو أم تموت وهي لا تستطيع أن تقبل ولا تستطيع أن تحضن للوداع وأنها تبعده عنها وهي أمه، وكيف توفي. وبعد ذلك أثرت هذه المسألة على نفسه جدا، ولما كبر يعني آثر أن يهاجر باتجاه المشرق لأنه سمع أن بأرض المشرق الأنهار تجري وأن من شرب من ماء النيل لابد أن يعود إليه، وأن هناك أرض بين النيلين باديتها يكثر فيها الصيد الوحشي، وأن فيها الزرع ينمو بغير مزارعين، وأن فيها الثمار والأشجار الظليلة هكذا، فكان يحلم بأن يهاجر إلى هذه البلاد. ولما وجد قافلة متجهة نحو الحج وكان طريق الحج يأتي بهذه البلاد، اتفق مع قائد القافلة أن يأتي معه ليخدم المسافرين بلا ثمن طوال الرحلة. ولما تأكد قائد القافلة أن الطفل ليس مصابا بذلك الوباء سمح له أن يأتي، ويعني اتفق أنه في تلك القافلة المسافرة إلى الحج كان يوجد الشيخ عبد الحميد اللقاني الذي سيكون جد صليحة زوجته حينما يصل إلى تلك البلاد. حدثه عن صليحة، عن شوقه لصليحة حفيدته التي تركها في بلاد المغرب مع سيدي محمد المختار، فلما يسمع هذا الكلام يحرص جدا على أن يلتقي بصليحة هذه التي حدثه عنها جدها، وتشاء الأقدار أن يجد صليحة قبل جدها ويتزوجها فتكون هي زوجته. يعني دي رحلة، الرواية بتتحدث عن كثير من الأحداث في سلطنة الفونج أو السلطنة الزرقاء. دكتور عمر، لما نكتب أنت بتكتب عن أحداث حقيقية حصلت يعني، لكن بعد ذلك برؤية أيضا إبداعية، زي ما عرفنا قبل الفاصل أنه أنت بتقرأ كثير جدا عشان أي معلومة تجي لازم تكون معلومة دقيقة يعني. المعرفية عندك كبيرة في كتاباتك. شنو كانت أكثر المعلومات اللي تفاجأت بها يعني وحسيت إنها غريبة وإنت بتقرأ عن سلطنة الفونج قبل ما تكتب الرواية؟ وقد كان عندك خلفية لكن بعد ذاك أضفتها بكثير من القراءة يعني.
سأقول لك شيء مدهشا جدا. تقريبا معظم المعلومات التي كتبت في تشريقة المغرب هي جديدة على الناس. يعني أنا شئت أن أكتب عما لا يعرفه الناس عن السلطنة وعن مجتمع السلطنة وعن مجلس السلطان نفسه وعن الشخوص والأحداث التي حدثت في ذلك الزمان وعن تفاصيل حياة المجتمع، عن الرسائل مثلا التي كانت تكتبها صليحة لزوجها عبد السميع لما جيء به اقتيد في تلك الرحلة العجائبية من منطقة علوان خرائب سوبة إلى فازولي حيث السلطان، كانت تكتب له الرسائل، رسائل الحب، فكانت تصف له المجالس التي كانت تشهدها في بتر الشرقية مع النساء، كيف كانت حجة الزهراء القابلة تصف تقاليد المجتمع عن الشلوخ المختلفة وكيف كانوا يتخذون الشلوخ ليميزوا القبائل عن بعضها البعض، لأن تجارة الرقيق كانت متفشية في ذلك الزمان. نعم. وكيف كانوا يجملون النساء بدق الشفايف ليصنعوا اللمى للفتيات، وكانت صناعة اللمى لا تكون هكذا، كانوا يعني كانت تأتي نطاسية ماهرة ومع في مجلس النساء يؤتى بالطفلة ويمسكونها جيدا وإحداهن تمسك الشفا ويأتون بمجموعة من الإبر المحماة الحارة ويستمرون في الطعن المستمر السريع جدا للشفتين، ثم يضعون الكحل الأسود لكي تكتسب الشفاء اللون الأسود. وقالت وهي تحكي المرأة، تلك المرأة يعني نفسها الحاجة الزهراء، يعني إنه كيف صنعوا لها اللمى حينما كانت صغيرة، ثم بعد ذلك أصبح من يصنع اللمى لبقية البنات. قالت يعني لما صنعوا لي هذا، قالت شفتي تدلت مثل لسان الكلب ولعابي صار يصير يعني يسيل فترة طويلة من الزمان. ولما صنعوا لها الشلوخ أيضا والختان، كيف صنعوا لها الختان، لما صنعوا الشلوخ قالت قطعوها بالموس، وقالت انتفخ وجهي صار مثل البطيخة، وقالت غضبت من أمي كيف تسمح بهذا يعني الأمر يعني. فقالوا لها يعني والآن كيف أنت تصنعين هذا للبنات، قالت أنتقم منهن بنات وهكذا يعني. حكيت في هذه الرواية عن هذه العادات وهذه التقاليد من خلال الرسائل اللي كانت الرسائل التي كانت تكتبها صليحة تحكي له لزوجها عبد السميع عن الحياة الاجتماعية ما يدور في هذه المجالس، وكيف أن الحاجة الزهراء القابلة تأتي على ظهر الحمار الأبيض الذي زينه مزين الحمير كما تزين الماشطة الماهرة العروس، وكيف أنها كانت تأتي به وهي تحمل آلة القبالة ثم تربطه في الشاية التي يربط فيها الحمار وتوسع له دائرة الخية حتى لا يخنق نفسه فيدور حولها، ثم تأتي فتجلس، وكانت امرأة صارمة القسمات كيف تحكي عن تجربتها في قبالة النساء، وأن يعني بعض النساء في بعض المناطق الواحدة منهن تتعلق بفرع الشجرة وتلي، لأنها ما كان هناك الختان، لكن في بعض القبائل الأخرى العربية وغيرها وفي مناطق سوبة وما حولها كانوا يختنون النساء، وكثيرات منهن يتوفين أثناء الوضع، وكان بعضهن حينما يأتي الطفل مقلوبا تقلب المرأة فتربط رجليها إلى أعلى ورأسها إلى أسفل، شعرها يجر مع لينقلب الطفل ويعود برأسه ثم تحدث القبالة. صحيح. في هذه الرواية كتبت الكثير عن الغرائب. وصحيح هي أشكال مختلفة لوصف الحياة الاجتماعية، الموروثات الثقافية، الفولكلور في المنطقة، والناظر عموما لروايات دكتور عمر قد يرى التسلسل الحقبي الموجود في ربط لهذه الروايات، بداية من قبل مملكة علوة لمملكة علوة، ما بعدها سلطنة الفونج وغيرها، وخط آخر موازي لوصف الحياة الاجتماعية والكان موجود وقتها كحياة اجتماعية من خلال هذه الرسائل وغيرها. هذا يدل على مشروع بالتأكيد، فماذا يريد أن يقول دكتور عمر من خلال هذا المشروع؟ أريد أن أقول للشباب
السودانيين إن لدينا حضارة عريقة ضاربة في القدم، وأن هذه الحضارة حضارة متفردة ومتميزة موجودة في تاريخنا. فقط أنا ألفت أنظار الشباب لكي يقرأوا هذا التاريخ ويستمتعوا مثل ما استمتعت أنا بالثراء والغنى للتقاليد والعادات والثقافة والتمازج القبلي والعرقي واللوني والديني، وما حفلت به هذه الأرض رقعة من المكان عبر تاريخها الممتد من الحضارات. نحن صناع حضارة عظيمة جدا ينبغي أن ينتبه إليها العالم، وعندي رسالة أقدمها للعالم كله، وأنا أضع رجلا على رجل أقول للعالم نحن أصل الحضارة وأصل الثقافة وأصل العلوم وأصل المعارف، تعالوا هنا إلى بلادنا لتقرأوا تاريخنا العظيم، لأننا نحمل تاريخا عظيما. أقدم هذا للناس عبر مشروع متكامل، لأنني قبل أن أكتب أي رواية من رواياتي جلست مع نفسي كثيرا وقرأت كثيرا، ثم خرجت للناس بمشروع روائي متكامل غير مسبوق، مشروع متفرد لم يكتب الروائيون سواء في السودان أو غيرها بهذه الطريقة التي أعتبرها طريقة متفردة. أكتب رواية طويلة ممتدة منذ الحضارات القديمة عبر حلقات متسلسلة تتناول الأمكنة والأزمنة والشخوص والأحداث والحراك والصراع والأحداث في روايات متعددة، عن ترجمان الملك في فترة من الفترات، أنفاس صليحة فترة أخرى، تشيقة المغربي فترة غيرها، ذاكرة الأرض من بعد ذلك، رؤيا عائشة المنتظر وفق رؤيا عائشة من بعد ذلك، وهكذا. أقدم للناس مشروع حتى ما سأكتبه موجود عندي، حتى بأسماء الروايات التي سأكتبها واضحة عندي جدا، مشروع روائي متكامل واثق منه متأكد. ولذلك فازت واحدة من الروايات. أنا لم أكتب من أجل الاشتراك في الجوائز ولا في المسابقات الأدبية، أكتب من أجل الثقافة والمعرفة ومن أجل تقديم مشروع كامل للشباب ليقرأوا الأدب السوداني المتفرد. قال لي بعض النقاد أنت تكتب شيئا موازيا للروائي العظيم العبقري طيب صالح، طيب صالح كتب بطريقة معينة، أنا الآن أكتب شيئا موازيا، شيء متفرد في تقدير الكتاب وفي تقدير النقاد أيضا. أقدم للناس هذه النظرة وهذه الرؤية، أقبل النقد، قبلت التحدي للكتابة، وأعتقد أن ما أقدمه للناس الآن هو مشروع روائي معرفي متكامل يلعب في ميدان التاريخ، يمزج بين التخيل والحقائق وأحيانا الفانتازيا، ويقدم للناس رؤية متكاملة. والأهم من كده أنه يستحق فعلا القراءة، يعني يبقى الإنجاز دائما حليف أصحاب المشاريع والأفكار والرؤى. يعني الطريقة السردية المليئة بالمعلومة والمليئة بالمعرفة دي قلما تتوجد يعني في منتوج كتابي وإبداعي. نتحدث عن هذه الرواية في زوايا مختلفة، وخلق الحوار في هذه الرواية يمكن تعريفا بأشياء مختلفة، فخلينا نتحدث عن هذه القصة لداود اليهودي. نعم. ما أردت إيصاله من خلال القصة؟ نعم طبعا. اليهود لما سمعوا بقيام هذه السلطنة الإسلامية الوليدة بعد انهيار حضارة الأندلس أو يعني الناس سمعوا بقيام أندلس إفريقية اللي هي هذه، حاولوا أن يئدوا هذه المملكة أو السلطنة لحظة ميلادها. الذي كشف هذا الأمر هو أبو محمود السمرقندي، والسمرقندي كان من آل البيت الذين قصدوا هذه الدولة الوليدة، وهو يحكي ما الذي دفعه إلى هذا الأمر. قال أنا أتجول في رحلة الشتاء والصيف، قال في رحلة الشتاء أذهب إلى اليمن، فقال لما ذهبت في رحلة الشتاء إلى اليمن سمعت اليهود يتكلمون بغيظ شديد جدا عن هذه الدولة،
لكن قلت اليهود في اليمن قلة وأصلا هم مستضعفون ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيء. قال لكني لما رحت في رحلة الصيف إلى الشام سمعت النصارى يتكلمون بغيظ شديد جدا عن هذه الدولة الوليدة، فأيقنت أنها دولة على حق لأن اليهود والنصارى اجتمعوا على بغضها. قال فشددت الرحال لأشد من أزر هذه الدولة، وجاء فعلا إلى هذه البلاد. عبد السمع كان يتحاور معه قال له أنت ما الذي جاء بك إلى هذه الغياهب والمجاهل في أفريقيا يعني، وأنت رجل زاهد في السلطة وزاهد في قال له أنا جئت لكي أدافع عن هذه الدولة. وحدث في أثناء مجيئه وهو كان يأتي متخفيا كده ويجلس ولا أحد ينتبه يأبه له، ولكن كان يأتي فيشهد مجلس السلطان. في تلك الأثناء سمع الناس بمجيء الشريف داود الذي هو من آل البيت في قافلة قاصدا السلطان، واستقبلوه الناس قائد القواويد اللي هو تقدر تسمي قائد الجيش ورئيس المسلحين بالحراب وكل القادة والأمراء والناس اجتمعوا كلهم خرجوا يستقبلونه، وهو كان مندهش لهذا الاستقبال لم يكن مستعدا له، وذبحوا ثور عظيم وإلى آخره. داود كان مهتم جدا بأن يعرف حدود المملكة وأين هي حدود العبد الله والمشيخات والممالك الموجودة والناس وحياة الناس وأموال السلطان ونساء السلطان، وكان مهتم بدقائق تفاصيل أشياء كثيرة جدا. وحضروا في مجلس السلطان في ذلك الأثناء جاء الشيخ عبد الله جماع شيخ القواسم العبد الله يجتمع بالسلطان. السلطان طرح له مسألة إنه السلطان سليم الأول جاء فأوجد حامية في سواكن وحامية أخرى في مصوع وينوي أن يغزو هذه البلاد واحتاروا. السمرقندي قال لهم أنا لو يأذن لي السلطان عندي رأي إنه نكتب لي السلطان سليم الأول نقول له أصلا إحنا هذه بلاد مسلمين وعرب وهذه أنسابهم. فالسلطان قال له جميل لأنه أنت تعلم الأنساب، اكتب لنا اجمع لنا الانساب واكتب رساله للسلطان ان هذه بلاد مسلمين ولا يصح ولا يجوز له ان يغزو المسلمين، ولك ان تستعين في ذلك بالشريف داود لانه هو من آل البيت من جماعتكم. فقال اين الشريف داود؟ اين هو الشريف داود يا سيدي؟ ونظر لم يرد الشريف داود. قال له داود واشار اليه السلطان. قال تقصد داود؟ داود داود روبيني اليهودي؟ ما الذي اتى بك الى هنا يا داود؟ قال له السلطان قال له أنت مخطئ، هذا الشريف داود من آل البيت. قال له لا 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 يا سيدي، هذا داود روبين اليهودي معروف من يهود اليمن، ليس كذلك يا داود؟ داود فوجئ قال لا لا أنا من آل البيت وأنت لا تعرفني وأنت تعرف الأنساب، أنا لا أعرف الأنساب التي تعرفها لكني أنا من آل البيت. قال له من آل البيت يا يهودي يا وقح، أنت تزعم أنك من آل البيت؟ ألست أنت من بيت فلان اليهودي وأنك كنت تلبس التاليت في شوارع اليمن؟ أليست أمك هي فلان التي تعلم النساء أصول النيلة والشحيطة اليهودية وأصول الطهارة المنزلية؟ فكشفه فضحه فضح أنه هذا الرجل رجل يهودي وليس كذا. اليوم الثاني داود اختار أنه يستأذن يهرب، وسمح له لكي يذهب في رفقة أبي كامل وأيضا هو من آل البيت يعني. لكن السلطان كلف عبد السميع أنه يذهب مع هذا الرجل اليهودي ليعلم يعرفه أكثر ما الذي أتى به إلى هذه البلاد يعني. ففي الطريق كشف له كل شيء، تكلم عن أنه هذا العميرة ينطق اسم عمارة بالتقليل عميرة، كأنه يقلل من شأن السلطان مثل قراءة ورش، ما يقول عمارة يقول عميرة يعني كأنها نوع من التقليل، ويقول إنه نساء السلطان يعني ممتلئات بالذهب ويتجولن في سنار مثل الخنازير وكذا يعني أساء لهن إساءة كبيرة جدا. ثم بدأ يتكلم عن سبب مجيئه لهذه البلاد، حكى كيف أنه وهو شاب في اليمن كان يحلم بأن يأتي إلى هذه البلاد ليقيم لبني إسرائيل مجدا في هذه البلاد، وأنه يحلم بأن يأتي اليوم الذي يتملك فيه هذه البلاد ويأخذ رجالها وملوكها عبيدا ورقيقا ليقدمهم قرابين في بيت المقدس، وأنه جاء ليأخذ بني مصرايم وبني كوش يقدمهم قرابين، ولم يخفي حقده أبدا على هذه
المنطقة، وتكلم بكل شيء، وصار يغيظ عبد السميع بأنه يقرأ من التوراة ويقرأ من المزامير، وصار يقرأ المزامير مزمور سليمان، وهذا يقول له أنت متأكد أن هذا من الكتاب المقدس؟ هذا غزل فاضح، كيف تتكلم بهذه الطريقة؟ حبيبي يقبلني بقبلات فمه، وحبيبي جاء حفظ الأسوار، خلعوا عني ردائي، نجني فيقبلني. قال له أنت متأكد هذا من الكتاب المقدس؟ قال نعم هذا من الكتاب المقدس. شماع يا شمعون، قال له يا وقح كيف أصبح اسمي شمعون؟ أنا اسمي عبد السميع. قال له شماع يا شمعون، يعني هذه بالعبرية تعني اسمع يا عبد السميع. شماع وصف نبيكم، قال له وصف نبينا في هذا الكلام؟ قال له نعم. وين هذا؟ قال له في سفر كذا. قال له اقرأ إذا كنت لا لا يوجد، أنا لا أصدقك. وقال استفزه ليقول لي، قال له اسمع، حكا منطقين في خلّا محمدين زه دودي وزه رعي بنوت أورشليم. يعني بالعبرية هذا الكلام معناه حكوا منطقين، يعني حكيه منطقي، حلقه كله حلاوة ومشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم، هذا خليلي وهذا حبيبي محمد يا بنات أورشليم. لما حكاها بالعبرية وذكر اسم النبي محمد، اليهودي نفسه فوجئ وبغت لأنه ذكر اسم النبي محمد في التوراة. قال فصمت صمت وبدأ الحزن مرتسما على وجهه ولم يكلمني بعدها، وقال كل ما كنت أقترب منه بدابتي يحس دابته ليسرع عني حتى لا أدركه، إلى أن وصلنا إلى دنقلة. فخاب مسعى اليهود في محاولة إنهم القضاء على هذه الدولة المملكة الفوم. يعني طريقة سردية دكتور جميلة. عمر يعني تحصل عليها، أنا خايف يعني بالدارج كده نديك عيك في الأمسية. طريقة جميلة جدا يعني، وملكة عالية في السرد، وخليت يصير أجمل حاجة فيها الكم الهائل من المعرفية الموجودة فيها. يعني لما نتكلم عن رواية تستند على أحداث تاريخية فيها كم قدر كبير جدا من الحديث عن العادات والتقاليد والوصف المجتمعي الدقيق للأشخاص والأحداث، مرات كثيرة قد تتعارض مع قناعاتنا نحن الشخصية، يعني لما نتحدث عن كثير من الأحداث، لكن بتبقى يعني مهنية الكاتب أنه ينقل هذه الأحداث ويصف هذه الأحداث بشكلها الطبيعي. ما كان في نزاع بينك وبين نفسك في كثير من الأحداث اللي أنت ذكرتها الآن، مثلا كثير من العادات والتقاليد اللي سقطت الآن والناس تخلوا عنها؟ يعني نعم طبعا هناك الكثير من العادات والتقاليد، لكل زمان عادات وتقاليد التي ربما تندثر بتغير الزمان والمكان أو كذا يعني. لكنني أثبت هذه العادات والتقاليد لأقول للناس إن هذه البلاد هي عبارة عن خليط من القبائل المتجانسة، كميات كبيرة جدا من القبائل سكنت المنطقة في نفس المكان. يعني عبد السميع وهو يحكي الرحلة من علوان شرق خرائب سوبا إلى فازغلي في شرق البلاد، يحكي عن أشياء كثيرة جدا ومدهشة وعن ما لاحظه، وكان خائف لما جاء الحرس وقالوا له أنت عبد السميع؟ قال نعم أنا عبد السميع، وهو يعلم في نفسه أنه لم يصنع شيء يستحق أن يقبض عليه يعني. وقال لما قلت له أنا عبد السميع في المرة الثانية كرر لي السؤال، خفت أن يستل سيفه فيضرب عنقي يعني. قال لكنهم طمأنوه، قالوا له لولا أن السلطان يريدك لخير ما أمرنا أن نترفق بك. وقال لهم تأمهلوني حتى أودع صليحة، فأمهلوه وودع صليحة زوجته يعني. ثم سار معهم وصار يحكي عن الرحلة وعما رآه في هذه الرحلة، حكى عن بساطة الناس وعن كيف تلبس النساء. قال بعض النساء ما يلبسن إلا الرحط فقط وصدورهن عارية، ويضعن الوشم على أجسامهن، وأن الأطفال يلعبون عراه في على الطرقات. وحكى عن حب هؤلاء للإسلام والمسلمين مع أنهم يعني لا يمارسون الطقوس، وحتى القائد نفسه لم يكونوا متفقهين بشكل لم يكونوا متفقهين كبير يعني. القائد شاور نفسه الذي جاء أو أرسل لكي يأخذ عبد السميع معه في الرحلة، قال إنه كان يصلي وحده وأصلي وحدي ولا يأتي للإتمام بي. فقال لما سألته قلت له أنت لماذا تصلي وحدك؟ قال لي أنا لما أرسلوني لآتي بعبد السميع كنت أظن أني سوف آتي بمسلم،
لكني رأيتك أبيض اللون، فقلت أكيد هذا خواجة أو نصراني. قال له يا رجل حرام عليك، خواجة ويصلي؟ قال له أنا قلت يمكن درويش نصارى، فهو لا يعلم أنه هذا الرجل مسلم. وقال أنا كنت أستمع، يعني حتى الجنود الذين معه ما كانوا يصلون أو ما كانوا يهتمون، وعلم بعد ذلك أن بعضهم وثنيين وبعضهم ما عندهم علاقة بالدين أصلا، لكن كلهم هم من جنود السلطان، والقائد شاور مسلم. قال حاولت أنا أستمع كيف يصلي، قال تصنت له ويصلي في الصلاة الجهرية، فاستمعته يصلي الصلاة صلاتك والوطا وطاتك نقع نقوم على انجلاتك الله أكبر. فقال عزمت أنه أعلمه قراءة الفاتحة، فقال قلت له يا شاور أنا أريد أن أعلمك الفاتحة، لكنه قبل على أن أعلمه الفاتحة ويردفني خلفه وأعلمه الفاتحة سرا ولا يعلم أحد أنه أني أعلمه الفاتحة. وقبلت هذا الشرط وعلمته الفاتحة، فكان ذكيا حفظها والتقط كلماتها وحفظها، ولما تأكد أنه حفظها كافأني بدجاجة برية اصطادها في ذلك اليوم، وحرص على أكلها وحدي ولا يشاركني الجنود الذين هم معي في الطريق. قال في الطريق رأيت أنهم اصطادوا غزال وأكل المرارة لي، قال أكل المرارة لي، قال جاءوا بالأمعاء ووضعوا عليها قطعوا عليها بصل ووضعوا عليها شيء من الشطة والليمون وأكلوها لي. قال فخفت منهم، قلت هؤلاء من أكلة لحوم البشر، ونمت قلقا في ذلك اليوم ودعوت الله ألا يصيبهم القرم للحم حتى لا يأكلوا لحمي. قال ثم جاء عندهم مريسة حملوها في القربة وقدموها لي، قال فعفتها من رائحتها، لكنه ضحك ضحكة خبيثة وأخذ القرعة وشرب حتى كرع، ثم توسل ذراعه ونام وشخر وما اهتم يعني. قال قلت له سأعلمك سورة من السور، وحرصت أن أعلمه لأنه قال رأيت أنه هو قرأ الفاتحة، تقدم ليصلي بي إماما لأنه حفظ الفاتحة، يصلي بي إماما، قرأ تقدمني وصلى قرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك احتار ماذا يقرأ، فقال الله أكبر. فقال أنا عرفت أنه هو لا يحفظ أي شيء غير الفاتحة. فقال قلت سأعلمك سورة يا 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 شاور، واسمها سورة الكوثر. فقال لما قلت سمع كوثر ما كان منتبه في بلا سمع كوثر، بدأ يضحك وهو على ظهر ذلك الحمار وكان بطنه تهتز من الضحك، وقال أنا كنت متعجبا لماذا يضحك، وفي نهاية الأمر طلبت أن أضحك معه لأنه ضحك ضحك هستيري يعني. قال سألته قلت له ما الذي أضحك يا شاور؟ قال له علمني سورة غير هذه يا مغربي. قال له ليش؟ قال له أنت تقول أعطيناك كوثر، وعمي فضل هو اللي أعطاني كوثر، ما أنت أعطيتني كوثر، وتقول مرتي تقول مرتي قصيرة، وين شفتها يا مغربي؟ فقال انا عرفت انه يتكلم عن امراته كوثر برد كوثر امراته يعني. قال قلت قال لي علمني سوره غير هذه. قال طيب قلت اعلمك. قال علمته سوره الاخلاص، لكنني لم اذكر له اسمها حتى لا يظن انها انه ربما تكون اخرى اسمها اخلاص وتقع الطامة الكبرى يعني. فقال علمته سورة، يعني البساطه لهؤلاء الناس، وهو قائد من القاده يحكي بعد ذلك عن طبيعه هؤلاء القاده وأنهم جيش السلطان نفسه مكون من جنسيات مختلفة، قال بعضهم من البرتا وبعضهم من وين ومن وين، قال لما يتكلمون مع بعضهم البعض لا أفهم كلامهم، يتكلمون بسرعة جدا، لكن انت اكتشفت أنه يتكلمون العربية، وحينما أكلمهم يفهمون كلامي، ولما يكلمونني ببطء حتى أفهم كلام. طريقة الكلام التي يتكلمون بها يعني. فهذه هي يعني وصف لي الرحلة نفسها إلى فازغلي، وجمعت كثير من يعني أنت ذكرنا في أنه معتمد عليه في المعارف والحياة وقتها، وهذه الارتباطات التاريخية والتوثيق لعدد من الموروث الثقافي والحياة الاجتماعية وقتها وغيرها، ووصف البيت نفسه الكوخ الذي الدائري الذي أدخلوه فيه مبني من إيش ومن القش والجالوس إلى آخر هذه الأشياء، وجاءوا له بأنقريب وبمبر وتبروكا للصلاة وسحارة ليضع فيها هدومه وملابسه وكثير جدا من الأدوات التي يتعامل بها، وأعطوه عمار. العمار هذه عمارة السقاية أو سقاية العمار أو عمارة السقاية، عمرة سقاية اسمها عمرة سقاية. عمرة السقاية هذه عبارة عن وعاء إناء يتم فيه تبادل الأشياء، يعني
مثلا تعطيه عمره مليئه لبن ويعطيك مقابلها عمره مليئه ذره او دخن او كذا يعني. وكانت هي معيار للتبادل، وصف الحياه وطريقه التبادل، التجاره عندهم بالتبادل، ويستيقظون مبكرين ليجلبوا الماء من البئر او يتبادلون عمره الروب او عمره اللبن وكذا. قال جي لي بعمره لبن حار، قال تغافلت عنه حتى برد وشربته ثم نمت نوما عميقا في ذلك الكوخ. يعني يصف دقائق تفاصيل الحياه صح، وطبقات الناس وطريقه اكلهم، وقال فوجئ ان هناك مستويات من الاكل. قال السلطان ياكل الذبائح وياكل الدجاج وياكل البيض وياكل اشياء كثيره جدا موجوده ياكلها في طعامه اليومي، وان الفقراء ياكلون الكسره والملاح كالعاده كعاده الفقراء، وانهم يلبسون الدمور، قميص الدمور، لكن الاخرين من التجار يلبسون الحذاء الصرموجه والشيشه عمم الشيشان الفاخره، ويلبسون الاشياء المدهشه جدا من الملابس التي يؤتى بها من الهند ومن الشيشان في هذه البلاد في هذه تلك المنطقه قبل ان ينتقل الى سنار في فازوغلي. صح، ويعني على اختيار الفضاء المكاني للروايه هناك تداخلات لجغرافيا مختلفه، دائما القارئ لروايات دكتور عمر يرى الشخوص المختلفين الذين تستوعبهم الرواية من اتجاهات جغرافية مختلفة. يمكن هو حديث عن المعارف كمان على إطار اللهجات، على إطار الثقافات وخلفيات البعد النفسي للشخوص وغيرها. يمكن نحن نحاول نجيب على التساؤلات في إطار تشريقة المغربي. قد يكون السؤال في أنه دكتور عمر يعني هذه المعرفة بالمغرب بتفاصيل الحكاية بالتفاصيل الثقافية الموروثة المغربي وغيرها، وأنت تقول أنك لم تزر المغرب، يعني فمن أين أتت هذه التفاصيل؟ نعم طبعا المكان، كل مكان له ثقافته له لغته له كثير من الأشياء المتعلقة المرتبطة بالمكان، الأدوات التي يستخدمونها، مكونات الفولكلور، الشعب في المنطقة، أشياء كثيرة جدا. فأنا لما أريد أن أكتب عن ثقافة المكان لابد أن أقرأ فيها، في ثقافة المكان أقرأ كثيرا. يعني لما احتشدت لكتابة أنفاس صليحة قرأت اللهجة المغربية يعني، وكنت أسأل أصدقائي في اللهجة المغربية لما يأتي به الشيخ سيدي محمد المختار، يأتي بالجد والذي أراد أن يأخذ صليحة معه في رحلة عبر الصحراء، يناديه ويقول له أمصدت أنت يا لقاني مزنزن أنت، يقول له ليش وعلاش تعيرني سيدي، يقول له علاش تصير بهالصغيرة لبلاد القبلة وانت عارف انه بينك وبينها مسافة ما يسلم منها صالح ولا طالح، كيف هالصغيرة؟ يقول له كيف عرفت سيدي؟ يقول له وليداتي سمعوا حضرتك وانت تحكي عن صليحة وانا ننصحوك بغيت تسير بوحدك، فهمت؟ يقول له علاش اسير بوحدي واترك صليحة بوحدها سيدي؟ يقول له انا ما عدتش موجود، انت راسك قاصح ما تسمع كلام، نوت طلعت لي الدم. يعني الحوار هذا، كيف أنا عملت هذا الحوار؟ هذا الحوار أنه كلما أردت أن أصيغ الحوار أتصل بأصدقاء مغاربة، أقول له مثلا الآن أنا لو حاب أقول لشخص مجنون أنت مجنون أنت، أقول له كيف؟ يقول لي يعني يعطيني المقابل باللهجة المغربية. وكذلك كل شيء متعلق بالثقافة المغاربية، أنا قرأت الكثير جدا مما كتب عن المغرب وثقافة المغرب واللهجة المغربية وتاريخ اللهجات المغربية والاختلاف حسب المناطق داخل المغرب نفسها وكل هذه المسائل قبل أن أكتب حرفا واحدا عن اللهجة المغربية، لأنني أريد أن أقدم رواية معرفية. فمن العيب أن تقدم للناس معرفة مغلوطة أو لا تستند على مصادر تاريخية حقيقية أو أنك لست متأكدا منها، وتستغير عن اللغة الأصلية للمكان ذاته يعني. نعم، لغة المكان وعادات وتقاليد المكان. يعني الأدوات في أنفاس صليحة مثلا، لما أتكلم عن إناء إنيت والترفطاتن والأدوات وجز الغنم وبناء الخيمة وطريقة عمل الأفلاج، أفلاج الخيمة والفلج
ويوم الخياطة الذي لابد أن يكون يوم الخميس، والجز جز الغنم لابد أن يكون يوم الخميس، وجز الغنم وهي واقفة، وجز الإبل وهي باركة، وكيف تصير البركة أو لا تصير، وحتى طريقة الأغاني الشعبية للبنات، أغاني البنات والمسابقات التي تحدث، وكيف يتم الأكل والشرب، وكيف حتى تفاصيل دقائق حياة قبيلة الحسانية وهي في الصحراء وحياة الصحراء. يعني كل هذه الأشياء، هذه المعرفة لابد أن أحتشد لها قبل أن أكتب حرفا واحدا في الرواية. صور جمالية كثيرة جدا. يعني نعود لتشريقة المغرب تاني، نعود لسلطنة الفونج من خلال الرواية. وحين الليلة يوم الخميس ده يوم الإنجاز يعني. وعندما نتحدث عن سلطنة الفونج نتحدث عن المملكة الإسلامية الكبيرة يعني. والآن يمكن من خلال الحوار اللي قبل شوية بين القائد وبين عبد السميع نفسه عرفنا أنه في البدايات في حب للإسلام، لكن لم يكونوا متفقهين، ما كانوا علماء بالقدر الكبير يعني، كان تغيب عنهم كثير من المعلومات، لكن حب الإسلام كان موجود. أين تجد الإنجاز وأنت تقرأ عن السلطنة الزرقاء؟ من المدهشات أنه كان هناك حوار بين عبد السميع وبين السمرقندي عن طبيعة هذه المنطقة والمسألة الدينية، حبهم للإسلام، كانوا يحبون الإسلام، لكن العلماء، عدد العلماء كان قليل، ولذلك أصلا هو السبب في أنه يؤتى بعبد السميع كاتب لحجج السلطان. كان واحد من الأسباب أنه يعرف القراءة والكتابة وأنه هو من المغرب وكذا يعني. لكن لما دار الحوار مع السمرقندي الذي كان يأتي من هناك قال له لا يوجد علماء. قال له هل سمعت بالشيخ إدريس بن محمد الأرباب؟ قال له نعم، أنا زرته في بوتري الشرقية وهو رجل عالم وكذا يعني. وهو عبد السميع زاره فعلا، وجد أنه قال أنا كنت لما زرت هذا الرجل توقعت أن أجد رجل في 60 أو في 70 من عمره، وأنه رجل قد انحنى ظهره وكذا. قال وجدته عمره 25 سنة، وقام إلي واحتضنني وسلم علي وأجلسني وكذا. قال هذا الرجل عالم، علم كبير جدا. قال له أين تعلمت العلم؟ قال تعلمت، حفظت القرآن عند شيخ فلان وكذا، وبعد ما حفظت القرآن وتعلمت عنده من العلم قال لي يا شيخ إدريس ماعونك أوسع من ماعوني، ماعونك ما يملاه إلا الشيخ حمد والزروق رجل الصبابي. فقال الشيخ إدريس قال فطرت طيرانا إلى الشيخ حمد والزروق رجل الصبابي اللي أصلا خرج خارج الصبابي، قال هذه بلدة معاصي وكذا، أنا سأخرج خارجا حتى لا يصيبني العذاب. وكان هو رجل قد فتح عليه، فقال له قالوا يا شيخ إنه علمك أعطاك علم الأولين والآخرين. قال له أعوذ بالله، علم الأولين والآخرين لا يعلمه إلا الله عز وجل أو وحي لنبيه أو كذا يعني. فقال له تبت إلى الله، استغفر الله من هذا الكلام يعني، لكنك يا شيخ ممتلئ علما. قال قبل مني الكلام يعني. الشيخ إدريس كان رجل عالم، وفي زمانه تتلمز عليه أناس من المغرب، وأصلا هو كان تلميذ الشيخ التلمساني المغرب الذي جاء من المغرب، لكن تتلمذ عليه أيضا علماء من المغرب أمثال الشيخ إبراهيم اللقاني، ومحليين أمثال الشيخ حمد ود أبو عقرب. وهؤلاء الذين هم من تلاميذ الشيخ ابن الشيخ إدريس كانوا في مستوى العلماء العالميين، لأنهم هم الذين ناظروا الشيخ علي الأجهوري شيخ الأزهر في زمانه وشيخ المذهب المالكي، هم حملوا هذا العلم. الشيخ إدريس طبعا في السلطنة أفتى بحرمة التنباك، تعاطي التنباك. قال بينما أفتى بحل القهوة والشاهي في ذلك الزمان، لكن قال التنباك حرام. الشيخ علي الأجهوري كان قد كتب رسالة قال التنباك حلال، التنباك تعاطي التنباك حلال. الشيخ إبراهيم اللقاني تلميذ الشيخ إدريس ألف رسالة قال لا، تعاطي التنباك حرام. فصار التناقض في الروايات. التجار الذين يذهبون من سنار إلى مصر احتاروا، قالوا نحن نجلب التنباك من مصر، فنجلبه ولا ما نجلبه، حلال ولا حرام؟ فلما سألوا الشيخ إدريس قال لهم حرام، لا تجلبوا. هم احتاروا، فذهبوا وسألوا الشيخ علي الأجهوري، فلما قال لهم حرام الشيخ إدريس سمع هذا الكلام، كتب رسالة وأرسل تلميذه الشيخ حمد أبو عقرب، قال لي تروح إلى الشيخ علي الأجهوري في مصر وتعطيه الرسالة وتقول له يقول لك الشيخ إدريس بن محمد الأرباب التنباك حرام.
لكن استعين بأخوك الشيخ إبراهيم اللقاني لأنه تلميذي ليعينك. وفعلا ذهب إلى مصر وقابلا الشيخ علي الوجهولي وأعطوه الرسالة، قال له هذه رسالة من الشيخ إدريس يسلم عليك ويقول لك كذا وكذا ويقول لك التنباك حرام. فألقى بالرسالة قال له من أين من وين له العلم؟ من راسه ولا من كراسه؟ فالشيخ حمد أبو عقرب قال له الرسول أفتاه بهذا الكلام، الرسول أفتاه. قال تعالوا يا جماعة شوفوا هذا الشخص السناري شيخ الرسول، يقول شيخ الرسول يعني كنوع من صحيح. من الاستهزاء به أو التريق. ومجموعة من الحوارات. الشيخ إبراهيم قال له لا يا شيخ، الشيخ إدريس رجل عالم وأنا تلميذه وهو كذا وكذا وكذا. قال له متى كان يعني الناس يأخذون العلم من الشيخ إدريس ونحن شيوخ المذهب المالكي؟ صحيح. فحدث بعد ذلك الحوار بينهم. في الجمعة التي بعدها جاء الشيخ حمد أبو عقرب متحفزا للحوار وصار حوار بينهما ولم يتفقا. ولما صار الحوار ولم يتفقا صار مثل المباهلة بينهم. لكن في نهاية الأمر الشيخ علي الوجهولي اعترف بعلم الشيخ إدريس بن محمد الأرمن وأهداه الوجهورية المعلومة التي الآن تلاميذ الشيخ إدريس يخرجونها في كل عيد رمزا لمحبة الشيخ علي الوجهولي للشيخ إدريس بن محمد الأرمن. فهذا كان مستوى العلم والمعرفة في سلطنة سنار. صحيح. وأيضا الشيخ وين كان عبد السميع أراد أن ينشئ مكتبة يجمع فيها المخطوطات من الأندلس والمخطوطات المحلية في المنطقة. صحيح. والحوار والحديث معك الحقيقة يحتاج لساعات، ونحن سعيدين الليلة أنه نحتفي معك بتشريقة المغربي. وكل هذه الحوارات الموجودة من خلال الروايات هي نتمنى أن نراها كمان أعمال درامية، لأن تستحق أن تكون أعمال درامية مع تحديات الأعمال الدرامية. شكرا لك جزيلا دكتور عمر أحمد فضل الله لحضورك في الموعد اليوم واحتفاء بتشريغة المغربي الرواية الفائزة في جائزة الطيف صالح العالمية للإبداع الكتابي لهذا العام. شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا، أنا سعدت بهذا اللقاء. شكرا. نحن كمان سعيدين في انتظار تشريغة المغربي أنها تكون مطبوعة كمان في الأيام الجاية إن شاء الله. حتى نلتقيكم تقبلوا ختاما تحية فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن ننقل جهدهم، وإلى اللقاء في أمان الله. هذا البرنامج برعاية بنك فيصل الإسلامي.